عدت إلى الرياض معيد، وبدأت حالة والدتي رحمها الله تزداد سوء، فكانت تدخل المستشفى أسبوع وتخرج شهر، ثم تدخل أسبوعين وتخرج شهر. بدأت حالتها الصحية تتدنى وتزداد سوء بسبب الفشل الكلوي لتأثيره على الكبد وتأثيره على وظائف القلب وما إلى ذلك. حاولنا بقدر المستطاع أن نجد لها زراعة، ولكن جسمها كان لا يتحمل. عندما أتاها مرض الوفاة كانت تدخل مستشفى التأمينات وتدخل في غيبوبة، ثم تفيق منها فترة ثم تعود حتى وفاها الأجل. فحاولت أن أخذ شيء من الأشياء التي كانت تحتفظ بها، فأخذت سجادتها ولا زلت أصلي، ولا أصلي على أي سجادة في البيت إلا على سجادة والدتي.